الراديو 90 90 هواها مصري. هنرجع امتى برضو واللي جاي ايه؟ بس احمد عادل بيسألك انت دخلتي اصلا التمثيل ازاي؟ انا اصلا يا احمد بص يا سيدي صلى على النبي انا بقى ايه انا التمثيل ده دخلته من وانا في الجامعة. حلو. داخله كده الجامعه لقيت عندي 13 ماده في الترم وقلت لا ما بدي لا عايزه حاجه تسليني بقى انا هفضل كده عدي على فريق لقيتهم فرشين في الارض وبياكلوا قلت بس هو ده بياكلوا ده طريق رحت معاهم قلت لهم انتوا من هنا ورايح حبايبي قعدت بقى معاهم وكملت من هنا بقى دخلت التمثيل. انا اخدت دور بقى في مسرحيه اسمها الجريمه والعقاب. ثم عملنا مسرحيه اسمها الحداد ليليكو بالاكترا. ثم عملت مسرحيه اللي هي الاخوه الاعداء لدوستويفسكي اللي هي الاخوه كارامازوف سوري اللي هي فيلم الاخوه الاعداء حال اللي تمثل ده. وبس وبعد كده بقى شقنا طريقنا رحنا عند استاذ خالد جلال وبعد كده رحنا عند استاذ اشرف وطلعنا للسوق.